السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سونغليتا. كما كتشوفوا غادي نقول لكم بعد أنا جيت لمراكش، ولا شفتوا مراكش ولا سمعتوا مراكش، ولكن الأكثر يرام عارفين أنني كاين برنامج لزيارة مراكش. وشكون اللي فيها؟ فاطمة الزهراء. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا منه، تستافدوا من الفيديوهات الجاية، لان غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات. الى جات هي المغرب ماشي غير مراكش، قبل ما نسكن في مراكش الى جات المغرب خاصها ضروري يجي عندي وضروري تزورني انا والاهل ديالي. الله يحفظها لينا. بارك الله فيك. شكرا. صراحة دائما فاش كتجي للمغرب كانت كتجي عندي قبل ما نتزوج وقبل كل شيء، كانت كتجي تقول لي واخا نضرب عندكم غير طلايلا نشوفك ونشوف الوالدة ونمشي. والحمد لله بقات العلاقة مستمرة ليومنا هذا. واخا جات مراكش كتبعها حتى لمراكش. جيت لمراكش وباقا كتبعني حتى لمراكش الحمد لله. الله يدومها محبة الله ان شاء الله. ان شاء الله. وخليكم مع المهم غادي نقول لكم، غادي نشارك معكم. سجلت واحد شويه في الطريق ما بين الدار البيضاء ومراكش، والفطور المهم باش تشوفوا الفيديو الى الاخر وتشوفوا اشنو درنا اشنو كلينا. ما عليكم الا تابعوا الفيديو الى الاخر، وكنتمنى تخليوا لنا تعليق تحت الفيديو اشنو بغيتوا البرنامج اللي نزلوا، اقتراحات وصفات فلوجات خصوصا مواضيع ان شاء الله محدنا مع بعضياتنا. نتكلموا لكم في بزاف ديال المواضيع اللي بغيتم تطرحوا المواضيع، وان شاء الله حنا غادي نشاركوا معكم جميع الفيديوهات اللي غادي تقترحوها لينا ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا وصلت لمراكش عند فاطمة الزهراء، روعة المذاق بدون جلوتين. وصلت عندهم مع الصباح بكري. احنا دابا غادي نفطروا ان شاء الله. الشيوات اللي مجتفاتي فاطمة ها هما تبارك الله، حتى تجي وتورينا المقادير وتقولينا شنو دارت فيهم. هاهما تبارك الله الخير موجود، الجو زوين واخا شويه جاني شويه البرد حيت الصباح هذا، ولكن الحمد لله. المهم احنا ان شاء الله غادي نفطروا وغادي نشوفوا معنا مازال مفاجآت وخريجات كما عودناكم دائما بحال العام اللي فات ان شاء الله.
يلا مرحبا بكم معنا، بغيتو تفطروا؟ ها هي فاطمة الزهراء بدات هاد الشرميلة ديال الدجاج، ها هي كتخلط بعد ما فطرنا وهضرنا. كترتش عليا الصينية. يلا مزيان درتي الهريسة، كتبغي الحار؟ اه كانت كتجي مزيان، حركة تجي زوينة. معرفتش شحال درتي، كان الأخير نذوقو. المهم ضروري خاصكم تذوقوا الحاجة ان اللي شاء الله. درتوها. كتجي دابا انا التوابل رددتها عيني ميزاني، لكن الى بان لي اللون باقي ما واضحش غتزيدي اللون. وغتعمر الدجاجات. بالنسبة للشعرية ما طيبتهاش بزاف، ما صلحتهاش باش كتكمل غتكمل طير مع الدجاج. شي مرة تقدري تقولي غير ما طيب هذا الشيء اللي درت ليها. اه كاين اللي كيدير ليها الماء بارد وكيخليها الليله كلها. وها هو الغداء ديالنا، تبارك الله موجود، غذاء متوازن سيلياكي. الخبز ما لحقناش ليه حيت تبارك الله موجود الخير، وكاينه الشعريه الصينيه، دجاج معمر بالشعريه الصينيه، اذا لا داعي للخبز. تبارك الله شليط، غدا كان زوين، كان لذيذ تبارك الله، وعصير طبيعي بدون سكر. اذا تغدينا، مرحبا بكم، سمحوا لنا شاهيناكم. الوصفه بالكامل راها موجوده في قناه فاطمه الزهراء، روعه المذاق بدون جلوتين. سمحوا لنا لشاهيناكم، ولكن الوصفه تقدروا تجربوها ان شاء الله، وتجا زوين المذاق ديال الدجاج بهاد التتبيله بنينه وشلاضه. و ها فاطمه غادي تقطع معكم الدجاج باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل. تبارك الله وطيب مزيان، والعماره حتى هي زوينه لذيذه حاره. انا كنفضلها تكون حاره، زادت الحراره على قبلي. وها هي اللي بغى يزيد الشعريه، داكشي اللي بقى حيت كتعرفوا الدجاج الا ما كيعمرش زعما بزاف، داكشي اللي كيتبقى لكم راه كتحطوه هكا في طبيسلات. وهذه العشيه خرجنا تمشينا شويه، تجولنا فين درت لكم المقدمه، درنا في كنظن جيليز، وانا ولات بدا خصني قهيوه، اذا دخلنا نشربوا قهوه. واخا راهم جراو علينا، طفوا علينا الضو. حنا باقيين تما، قلنا والو 8 الا ربع راه غادي نسدو، ولكن مع ذلك قدموا لنا داكشي اللي بغينا اللي طلبنا، وبقينا جالسين وشربنا قهوه. المهم بزاف الناس كيقولوا القهوه راه الطب، راه بالطب بدون جلوتين. قهوه قلت لكم، واتاي عصير معروفين، وثاني كل واحد كيبقى على حسب الراي ديالو. المهم صافي قضينا، دخلنا لواحد السوبر مارشي ما كانش فيه شي حاجه بدون جلوتين، ايوا قضينا بداكشي اللي عندنا، ولا بدا الصاك تاع السيلياكي راه هاز حليوات، ولا هاز شكيليطا بدون جلوتين. غادي نشارك معكم ان شاء الله هاد الشكلاط، راني دايره عليه واحد مسجله فيديو مازال ما شاركتوش معكم. المهم كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، كنتمنى تشوفوا الفيديو تشاركوه مع اصحابكم والعائله، ويكون خديتوا منه شي افاده وشاركتوا معنا الاجواء. وخليوا لنا تعليقكم وارائكم تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.